بسم الله الرحمن الرحيم. الآن يا شباب راح نكمل موضوعنا بشابتر 5. الآن يا شباب خلينا نشوف كيف بدنا نحدد نوع الانستركشن. يعني أنا اجتني انستركشن، فكيف بدي أحدد النوع تاعها؟ الآن يا شباب اطلعوا لي على الفلو شارت اللي أمامي، أوكي، اللي بوضح لي خطوات تنفيذ الانستركشن. لأن هذا الفلو شارت بيحدد لي كيف بيتم تنفيذ الانستركشن يا شباب. فبتلاحظوا الفلو شارت بيبدأ من عند الستارت. الستارت بهاي الحالة راح نحط 0 بالسيكونس كاونتر. اوكي، يعني بنحط 0 بالسيكونس كاونتر، وزي ما بنعرف يا شباب انتم لما تحطوا 0 بالسيكونس كاونتر مباشرة راح يبدأ عندنا العد من تي 0، فبيبدأ الآن تي 0 تي 1 تي 2 تي 3 إلى آخره، وبعدينك لما نرجع راح نبدأ يا شباب نحط صفر بالسيكونس كاونتر، وبالتالي راح نرجع من تي 0 تي 1 تي 2 إلى آخره. وبالتالي بهاي الحالة أوكي بنحط إيش؟ صفر بالسيكونس كاونتر. طيب الآن زي ما بنعرف يا شباب بالتي 0 وبالتي 1 إيش بنعمل؟ بنعمل عملية الفيتش، وهي عملية إحضار الانستركشن أو إحضار التعليمة من الذاكرة. فبالتي 0 شو بنعمل؟ بنحط البروجرام كاونتر بالادرس ريجستر، هذا اللي بنقدر نعمله. بالتي 1 شو بنعمل؟ الميموري اوف اي ار، ميموري اوف ادرس ريجستر، بنحطه بالانستركشن ريجستر، والبروجرام كاونتر بنزيده بواحد. وبالتالي بالتي 0 وبالتي 1 بيكون احنا عملنا عمليه الفيتش، وهي بنعرفها بالتفصيل. الفيتش الان بهاي الحاله راح نضمن انه الانستركشن تاعيتي، راح اكون انا اضمنت انه الانستركشن تاعيتي وين موجوده يا شباب؟ موجوده بالانستركشن ريجستر. يعني جبنا الانستركشن من الميموري وحطيناها بالانستركشن ريجستر. طب يلا هسه بنشوف شو الخطوه اللي وراها. الخطوه اللي وراها يا شباب بعد ما جبنا الانستركشن وحطيناها بالانستركشن ريجستر، طبعا جبناها من الذاكره، الخطوه اللي وراها اللي هي عمليه الديكود. وعملية الديكودينج شرحناها بالتفصيل، بتتم شباب وين؟ بالتي 2. بالتي 2 هاي هون عملية الديكود. طيب شو قلنا بالديكود بالتي 2 بصير؟ ديكود الاوب كود ان اي ار من 12 ل 14، يعني بنعمل ديكودينج للاوب كود اللي هو البتات 12 و 14 بالانستركشن ريجستر. هاي راح تنتج لي يا شباب دي 0 ودي 1 لحد دي 7. وبعدينك شو بنعمل؟ الانستركشن ريجستر من 0 ل 11 هذا وين بنحطه شباب؟ بالادرس ريجستر. الان الادرس ريجستر بيحتوي على الاي ار من 0 ل 11. هذا الجزء اوكي ممكن يكون هو عباره عن الادرس للاوبرنت، او ممكن يكون الادرس للادرس للاوبرنت، طبعا حسب نوع الانستركشن. طيب وكمان شو بنعمل بالتي 2؟ الانستركشن ريجستر البت رقم 15 وين بحطه؟ بالاي بت، الاي فليب فلوب. اوكي، وبهي الحاله بالتي 2 هيك بنكون عملنا الديكودينج. طيب ممتاز، اذا جبنا الانستركشن تاعيتنا حطيناها بالانستركشن ريجستر، طيب بعدينك عملنا ديكودينج. طيب بعدينك شو بدنا نعمل يا شباب؟ بدنا نحدد نوع الانستركشن تاعيتنا. فالان تحديد نوع الانستركشن تاعيتنا اوكي الآن أكيد راح يتم بوين؟ بالتي 3. طيب الآن كيف يحدد نوع الانستركشن تاعيتنا؟ طيب زي ما بنعرف يا شباب بقدر أحدد نوع الانستركشن تاعيتي كالتالي. أوكي طلعوا يا شباب، الآن الدي 7، أوكي الدي 7، الآن إذا كان الدي 7، وين الدي 7؟ اللي هاي الديكودر 3 ب 8 مش في دي 7. إذا كانت الدي 7 تاعيتنا صفر بتكون 100% الانستركشن ميموري ريفرنس. اما اذا كانت الدي 7 1 بتكون الانستركشن تاعيتي يا ريجستر او انبوت اوتبوت انستركشن. اوكي؟ هيا يا شباب طلعوا لي الدي 7، هيها هاي الدي 7. الدي 7 هي عباره عن الاوتبوت من 3 ب 8 ديكودر. الاوتبوت اوكي اللي هو واي 7. الآن متى هذا بيكون واحد؟ أكيد بيكون واحد إذا كان اللي فايت على الديكودر 111.
طيب متى بتكون 1-1 فايت على 1-1-1 فايت على الديكودر؟ 100% إذا كانت الانستركشن تاعيتي، طبعا هاي الانستركشن، إذا كانت الانستركشن الاوب كود تاعها أكيد 1-1-1. متى بيكون الاوب كود 1-1-1؟ بيكون في حالة الريجستر اوبريشن أو بحالة الانبوت اوتبوت اوبريشن. فمية بالمية إذا الدي 7-1 معناته بتكون الانستركشن تاعيتي يا ريجستر اوبريشن او انبوت اوتبوت اوبريشن. لهيك حكينا لما الدي 7-1 بتكون لما الدي 7-1 بتكون الانستركشن تاعيتي يا ريجستر او انبوت اوتبوت انستركشن. اوكي، فمية بالمية بتكون يا ريجستر يا انبوت اوتبوت انستركشن. اما اذا كان الدي 7-0، هاي الدي 7-0 اوكي، معناته اكيد باقي هذول الدي هن اللي شغالات. طب متى بيكون باقي هذول باقي الدي شغالات؟ بحاله الايش؟ الميموري ريفرنس انستركشن. تمام. اذا بهاي الحاله يا شباب بيكون الدي 7 ميز لي انه الانستركشن تاعيتي ضمن جروب الميموري ريفرنس او ضمن جروب الريجستر او انبوت اوتبوت انستركشن. طيب ممتاز. هسا افرضوا انا حددت انه الانستركشن تاعيتي ضمن الريجستر او الانبوت اوتبوت انستركشن. الان الخطوه اللي وراها كيف بحدد انها ريجستر او انبوت اوتبوت انستركشن؟ من خلال الاي. فبنفحص الاي بت. الاي بت اللي هي هاي الاي اللي هو البت رقم 15. الاي بت بتكون صفر، اذا كانت صفر بتكون الانستركشن تاعيتي ريجستر انستركشن. واذا كانت الاي بت 1 اوكي بتكون الانستركشن تاعيتي انبوت اوتبوت انستركشن. وبالتالي اذا كان صفر بتكون الانستركشن ريجستر انستركشن، واذا كانت واحد الاي بتكون الانستركشن تاعيتي انبوت اوتبوت انستركشن. اذا بالمجمل شو بدي يكون عندي؟ اذا الدي 7-1 واذا الاي صفر بتكون الريجستر تاعيتي ريجستر از ريجستر ريفرنس انستركشن. اما اذا كانت الدي 1 الدي 7-1 والاي بت 1 بتكون الانستركشن تاعيتي اوكي انبوت اوتبوت انستركشن. اوكي هيك بصير. طبعا ليش؟ لانه بالريجستر انستركشن بتكون ال 1-1-1 اوكي وين داخله؟ على الديكودر. ف 100% الدي 7 بتكون 1. وكمان يا شباب بالانبوت اوتبوت انستركشن البتات هذولا اللي هو ال 111 بيكونن 12 13 و 14 بيكونن 111 بيكونن فايتات على الديكودر، فاكيد الدي 7 برضه بيكون 1. فبالتالي لهيك الدي 7 بتحدد لي انه ريجستر او انبوت اوتبوت انستركشن. طيب الان مين اللي بيحدد انها ريجستر او انبوت اوتبوت انستركشن؟ الاي بت هيها. اذا كانت صفر بتكون ريجستر ريفرنس انستركشن، واذا كانت واحد بتكون انبوت اوتبوت انستركشن. من هي؟ الاي. طبعا وهذول بيكونن جاهزات اصلا اوكي، يعني بعد التي 2 بيكونن الدي 7 والاي مالهن هذول جاهزات 100%. الآن بناء عليه يا شباب بالتي 3 شو بنعمل؟ بالتي 3 بالتي 3 يا شباب مباشرة راح ننفذ ونعمل اكسكيوت للريجستر ريفرنس انستركشن، وراح نشوف الآن بالتفصيل كيف بتتم عملية الاكسكيوت. اوكي الآن بعد ما نعمل اكسكيوت للريجستر ريفرنس انستركشن بنحط صفر بالسيكونس كاونتر. هاي لازم نعملها. ليش؟ لانها الانستركشن تاعيتي خلصت، فبالتالي بدنا نبدا الان تي 0 تي 1 تي 2 جداد، يعني مشان الانستركشن اللي وراها. فبالتالي بنعمل اكسكيوت للريجستر ريفرنس انستركشن وبنحط صفر بالسيكونس كاونتر. يعني ايش؟ يعني ايش المقصود هنا؟ انه الريجستر ريفرنس انستركشن راح تتنفذن بالتي 3. كلهن بتنفذن بالتي 3، يعني بعد التي 3 بتكون الانستركشن هاي خالصه. طيب اما فيما يخص الانبوت اوتبوت انستركشن بالتي 3 اوكي شو راح نعمل؟ راح نعمل اكسكيوت للانبوت اوتبوت انستركشن، ففقط بالسايكل هاي بتكون متنفذه، وبالاخير اوكي بالتي 3 بحط صفر بالسيكونس كاونتر.
طبعا ليش بنحط صفر؟ مشان نبدا خلاص هيك بتكون الانستركشن تاعي تتنفذت، وبالتالي راح ابلش تي 0 تي 1 تي 2 تي 3 اجداد. طبعا راح نشوفهم بالتفصيل ان شاء الله. طيب الان يا شباب اذا كان الدي 7 صفر شو اتفقنا؟ اتفقنا اذا كان الدي 7 هذا صفر بتكون اكيد باقي الدي هذول واحده منهم شغاله اكيد، وبالتالي 100% لما تكون واحدة منهم شغالة بتكون الانستركشن تاعيتي ميموري ريفرنس. طيب ميموري ريفرنس يعني واحدة من الستة اللي هنا الميموري ريفرنس. بس لحظة، الميموري ريفرنس زي ما بنعرف ممكن تكون دايركت أو اندايركت، فمين بيحدد الايبت؟ فمنيجي الآن بنفحص الايبت. إذا الايبت صفر بتكون الانستركشن تاعيتي دايركت. طب إذا الآي واحد بتكون الانستركشن تاعيتنا indirect أكيد. يعني هي ميموري. أها تمام. هسا إحنا مثلا في كثير شغلات، يعني في add في and في كثير شغلات بالضبط. يعني إحنا هنا يعني إحنا مش عارف يعني الشغلات كيف بدي أعرف نعملها بالضبط. هسا لاحقا راح نعملها هون بهذا الجزء. هذا الجزء انه الانستركشن تاعيتي شو هي كيف بدنا ننفذها بالضبط راح يحدد بهذا الجزء، راح نحكيه بعدين، هذا راح نحكيه بالتفصيل ان شاء الله. احنا فقط بالميموري ريفرنس راح نحدد بالتي 3 انها دايركت او اندايركت، وبناء عليه راح اعمل يعني انفذ مايكرو اوبريشن بتعالج لي الدايركت والاندايركت. لكن نوع اد اند او باقي الانستركشن كل هذا راح يحدد ان شاء الله وراح نحكي عنه بالتفصيل. احنا مبدئيا راح هنا بنحدد التايب اوف انستركشن، هذا اللي راح نعمله حاليا او اللي بنشرحه الان حاليا. اما عمليه الاكسكيوت راح نشرحها بالتفصيل لكل انستركشن. طيب الان خلينا راح نحكيها ان شاء الله، يعني هاي بالتفصيل. على كل حال مبدئيا اذا ميزنا اوكي الآن مبدئياً إذا ميزنا الانستركشن إنها ميموري ريفرنس راح نحدد إنها دايركت ولا اندايركت. طيب الآن إذا إنها اندايركت يعني الانستركشن تاعيتي اندايركت، طبعاً كيف تحدد اندايركت؟ من خلال الآي بت اللي هو هيها، هاي البت تحدد إنها اندايركت. طيب إذا حددنا البت تاعيتي اندايركت شو راح نعمل؟ اوكي الان انتبهوا، عند لحظه يعني بعد ما ننفذ التي 2 بعد ما ننفذ التي ننفذ يعني بالتي 2 شو بنكون احنا مخزنين؟ اذا كانت الانستركشن ميموري ريفرنس بنكون مخزنين الادرسات. اوكي وين؟ بالاي ار. وبالتالي الاي ار في ايش؟ في عنوان الاوبرنت. بس لحظه، احنا بنعرف هذا العنوان اذا كانت الانستركشن اندايركت شو بيكون هذا اللي هون موجود يا شباب؟ بيكون عنوان لعنوان الأوبرنت، عنوان لعنوان الأوبرنت. وبالتالي شو بهاي الحالة شو إحنا إذا بدنا نجيب الأوبرنت تاعنا شو مضطرين نعمل؟ مضطرين نروح نجيب الأوبرنت من هذاك العنوان. فبالتالي شو بالتي 3 بعمل؟ بقول له memory of AR ودي لي إياه على الاي ار. هاي ضروري نعملها وين؟ بالتي 3 وفقط هي اللي بنقدر نعملها. اوكي طلعوا عليه. بس احنا بالتي 0 وبالتي 1 بيكون عملنا فيتش للانستركشن تاعيتنا. طيب يعني الانستركشن تاعيتي بكون جايبها، تمام هيها عاملها فيتش. طيب هسه انا بعرف هذا الجزء بيحتوي على شو اذا كانت ميموري ريفرنس؟ اذا كانت ميموري ريفرنس هذا الجزء عباره عن عنوان الاوبرند. اذا كانت دايركت عنوان الاوبرند، اذا كانت دايركت او عنوان لعنوان الاوبرند اذا كانت اندايركت. طيب الان احنا بالتي 2 حطيت هذا الجزء بالاي ار، هذا الجزء حطيته بالاي ار، حطيناه بالاي ار.
طيب الآن الـ AR عند هاي اللحظة لو سألتكم شو في راح تقولوا لي هذا الـ Instruction Register من 0 إلى 11 اللي هو شو بيمثل؟ بيمثل عنوان الأوبرنت، هذا بيمثل عنوان الأوبرنت بحالة الدايركت، أو بيمثل عنوان لعنوان الأوبرنت بحالة الإنداركت. معناته إذا كان عندي ميموري ريفرنس إنداركت شو مضطرين من نعمل؟ من نجيب الأوبرنت تاعنا. فشو مضطرين؟ نروح على الميموري أوف أي آر ونحطه بالأي آر، يعني راح نروح نجيب الإفكتيف أدرس ونحطه بالأي آر. وبالتالي بهاي الحالة الأي آر عشو بده يحتوي؟ بده يحتوي على الإفكتيف أدرس، يعني بالتي 3 بحط العنو الإفكتيف أدرس بالأدرس ريجستر. طب سؤال، إذا كانت دايركت، الآن بجوز الأمور توضح أكثر. إذا كانت دايركت الإنستركشن يعني ميموري ريفرنس ودايركت، شو بنعمل بالتي 3؟ nothing ولا إشي. ليش؟ لأنه بهاي الحالة بالتيث، لأنه بهاي الحالة الأدرس ريجستر هو بيكون الإفكتيف أدرس، يعني ما في داعي نروح نقول له ميموري أوف أي آر ودي على الأي آر بحالة الدايركت. إذن يا شباب التي 3 شو بضمن لي؟ أوكي، إذا كانت الإنستركشن عندي ميموري ريفرنس، التي 3 يا شباب بضمن لي إنه أنا أحط الإفكتيف أدرس وين؟ بالأدرس ريجستر تاعنا، الإفكتيف أدرس. وإحنا بنعرف يا شباب إذا كانت الإنستركشن تاعيتي دايركت بيكون هذا هو الإفكتيف أدرس، وهذا أصلاً بيكون وين موجود يا شباب؟ بالتي 2 بيكون إحنا حاطينه بالأدرس ريجستر، وبالتالي بالتي 3 بنعمل nothing. أما إذا كانت الإنستركشن تاعيتي إندايركت بيكون هذا العنوان اللي موجود هون بيكون موجود بالأدرس ريجستر، نعم هذا الجزء، لكن ليس هو الإفكتيف أدرس. طب شو الإفكتيف أدرس هو؟ هو عبارة عن ميموري أوف هذا العنوان، يعني ميموري أوف أي آر هو الإفكتيف أدرس. وبالتالي معناته بهاي الحالة إذا كانت الجملة إندايركت مضطرين إنه إيش نعمل؟ انه بالتي 3 ايش اعمل؟ ميموري اوف اي ار ابعثه للاي ار، وبالتالي الان بالتي 3 بيكون احنا ضمننا انه الافكتيف ادرس سواء الجمله ميموري ريفرنس انستركشن دايركت او اندايركت وين موجود يا شباب؟ بالادرس ريجستر. اوكي شباب، تمام. وبالتالي يا شباب زي ما شفنا بالمثال اللي شرحناه سابقا، اذا كانت الانستركشن تاعيتي هيها زي هاي دايركت انستركشن، هاي عباره عن ميموري ريفرنس دايركت، اوكي، طبعا بيكون الافكتيف ادرس هيو هو 475 457 457، هذا هو عباره عن الافكتيف ادرس، اوكي، وهذا هو عباره عن عنوان الاوبرنت. طبعا هذا اصلا بيكون بالتي 2 موجود بالادرس ريجستر، اذا بالتي 2، اوكي تي 2 مضمون انه بالادرس ريجستر، او لو قلت لكم شو محتوى الادرس ريجستر بعد التي 2 راح تقولوا لي 457، وهذا هو عباره عن ايش؟ الافكتيف ادرس، تمام. وبالتالي بالتي 3 نعمل ايش؟ nothing ولا شيء. أما إذا كانت الانستركشن تاعيتي indirect زي هاي، ممتاز، إذا كانت indirect بيكون بيكون قيمة الادرس ريجستر بالتي 2 بتكون 300، أوكي زي ما بنعرف 300 راح تكون قيمة الادرس ريجستر، هاي وين يا شباب؟ بالتي 2. بس لحظة، هاي مش الإفكتيف ادرس، اوكي هاي ليست الافكتيف ادرس، يعني ليست الادرس تاع الاوبرنت. وبالتالي طب وين الافكتيف ادرس؟ هو عباره عن ميموري اوف 300، يعني ميموري اوف اي ار، وبالتالي الافكتيف ادرس هو ميموري اوف اي ار. فالان شو بدي باجي بعمل؟ مضطرين بالتي 3 انه نقول ميموري اوف اي ار يعني ميموري اوف 300 هي الافكتيف ادرس، وبالتالي هي اللي راح احطها بالادرس ريجستر. وبالتالي
ميموري اوف اي ار يعني ميموري اوف 300 راح تكون هاي. ميموري اوف 300 قديش يعني حسب هذا المثال اللي امامنا؟ ميموري اوف 300 1350، فراح تكون هاي 1350 هي اللي راح تنحط يا شباب وين؟ بالاي ار. اذا قيمه الاي ار بالتي 3، قيمه الاي ار بالتي 3 راح تكون يا شباب هي 1350. قيمه الاي ار هي 1350. اذا كانت الانستركشن ميموري ريفرنس دايركت اوكي بالتي 3 بنعمل ولا شيء، لانه اوريدي بالتي 2 الافكتيف ادرس موجود بالادرس ريجستر. اما اذا كانت الانستركشن تاعيتي اندايركت انستركشن اوكي، بهاي الحاله بيكون بالتي 2 الادرس هو 300 وليس هو الافكتيف ادرس، وبالتالي مضطرين اذا شو نعمل؟ نجيب الافكتيف ادرس الحقيقي، وبالتالي مضطرين نجيبه من وين؟ بنجيبه من الميموري اوف اي ار. فالميموري اوف 300 بجيب الافكتيف ادرس، طبعا وين بحطه؟ بالايش؟ بالاي ار. اذا سواء دايركت او اندايركت الاي ار على شو بده يحتوي؟ على الافكتيف ادرس، وهذا اصلا اللي احنا بدنا نصل له. اوكي شباب، إذن يا شباب بالتي 3 أوكي اضمننا إذا الانستركشن تاعيتي ميموري ريفرنس إنه الادرس ريجستر يحتوي على عنوان الأوبرند أوكي الفعلي، أو يحتوي على الإفكتيف ادرس. فهنا بيكون أصلاً أوريدي موجود بالإي آر، أما بحالة الإندايركت لا، مضطرين إنه نقرأ ميموري أوف إي آر ونحطه بالإي آر، وبالتالي بيكون هيك ضمننا الإفكتيف ادرس موجود بالادرس ريجستر. اوكي، وهذا فقط اللي بنقدر نعمله بالتي 3 اذا كانت الميموري ريفرنس. الان بدنا ننفذ الانستركشن تاعيتنا. اوكي، بدنا ننفذ الانستركشن تاعيتنا. الان الانستركشن تنفيذها اوكي راح يكون بعد التي 3. اوكي، بعد التي 3 طبعا راح نحكي عنها بالتفصيل، هاي الاشياء راح نحكي عنها بالتفصيل، وبالتالي بعد التي 3 راح نبدا ننفذ الانستركشن تاعيته. بس بدنا ننتبه الميموري ريفرنس انواع، عندي اد واند اوكي وبرانش، يعني عندنا عديد من الانواع من الميموري ريفرنس اللي هي ست انواع، وبالتالي كل واحده راح يكون لها تنفيذ شكل. لكن بالاخير بس تخلص تنفيذ الانستركشن تاعيتي اوكي بنحط صفر بالسيكونس كاونتر. اوكي، وبالتالي لما نحط صفر بالسيكونس كاونتر معناته لاحقا راح نبلش تي 0 تي 1 تي 2 تي 3 جداد، وهذا بيعني انه راح نبلش ننفذ انستركشن جديده. اوكي، راح نبلش ننفذ انستركشن جديده. الان قديش عدد التي اللي راح احتاجها لتنفيذ الانستركشن اللي هن الميموري ريفرنس؟ طبعا بيعتمد على النوع، وراح نحكي عنهن بالتفصيل ان شاء الله هسه، يعني ان شاء الله راح نحكي عنها بالتفصيل. اذا يا شباب هذا الفلو تشارت بيوضح لنا كيف بنحدد نوع الانستركشن اوكي، سواء كانت ميموري ريفرنس او ريجستر او انبوت اوتبوت ريفرنس، وكمان بيبين لي او بفرق لي كيف اوكي بالتي 3 او شو بالتي 3 بصير عندنا بالضبط. طيب الان يا شباب بتلاحظوا انه التي 3 تاعنا التي 3 ممكن يصير في مايكرو انستركشن مختلفه اوكي، وبالتالي بهاي الحاله شوفوا شو راح تكون المايكرو انستركشن تاعتنا. طلع يا شباب الان انتبهوا لي، الان متى بعمل ميموري اوف اي ار ببعثه للاي ار؟ اوكي، يعني متى بنقول ميموري اوف اي ار وديه على الاي ار؟ اول نقطه بالتي 3، يعني لما T3 يكون واحد و ال I تكون واحد و معناها and، عفوا و ال I تكون واحد اوكي، و ايش و ال D7 equal 0. شلون هاي و D7 equal 0؟ يعني بقول له و D7 equal 0، فبقول له D7 برايم.
إذا معناته الكونديشن تاع هاي المايكرو انستركشن راح يكون هذا. هيها D7 برايم I T3 D7 برايم I T3 شو بده يصير؟ تتنفذ هاي المايكرو انستركشن. انتبهوا يا شباب، احنا هاي الميموري اوف اي ار ودوا على الاي ار، بديش اياها تتنفذ دائما، وبديش اياها تتنفذ بالتي 3. احنا هون لاحظتوا بالتي 0 بصير هذا بتتنفذ هاي المايكرو انستركشن، وبالتي 1 بتتنفذ هذول التو مايكرو انستركشن، وبالتي 2 بتنفذ عمليه الديكود. طب لحظه، بالتي 3 ممكن يصير عده اشياء، اوكي؟ فبالتي 3 بصير عده اشياء. فبناء عليه، اوكي، متى الميموري اوف اي ار بوديه على الاي ار؟ اوكي، لما التي 3 ايكوال 1 والاي ايكوال 1 والدي 7 ايكوال 0، فبقول له دي 7 برايم، فبحط بالكونديشن تاع هاي المايكرو انستركشن بحط ايش؟ هذا الشرط دي 7 برايم اي تي 3. فمستحيل تتنفذ هاي الا متى؟ الا هاي مستحيل تتنفذ الا بالتي 3، والا لما اي ايكوال 1، والا لما دي 7 ايكوال 0. يعني بالتي 3 فقط والاي ايكوال 1، يعني ايش؟ يعني اندايركت، والدي 7 ايكوال 0 يعني ميموري ريفرنس، وبالتالي مستحيل الا تتنفذ بهاي الحاله. طيب النثينج هاي يعني ولا إيش بده يصير، اوكي، بتكون دي 7 برايم اي برايم تي 3. ليش هاي النثينج بتتنفذ بالتي 3 لما التي 3 واحد، لما التي 3 واحد و الاي صفر. شو يعني الاي صفر؟ يعني بحط اذا تي 3 والاند الاي صفر يعني اي برايم، صح؟ و الميموري ريفرنس يعني دي 7 ايكوال 0، فبالتالي هاي بقول له دي 7 ايكوال 0 يعني ايش؟ بقول له برايم. اصلا هذا الكونديشن هذا اللي كتبته هنا مستحيل يطلع لي واحد، مستحيل يكون ترو الا متى؟ لما تكون التي 3 واحد والاي تكون صفر والدي 7 يكون صفر. فاذا كان التي 3 واحد والاي صفر والدي صفر، بيكون هذا الكونديشن جواب ترو. معناته اذا كان جواب ترو ولا راحين نعمل شيء. طيب الان الاكسكيوت ريجستر ريفرنس، هيها متى بنعمل اكسكيوت؟ نعمل اكسكيوت يا شباب لما هيو التي 3، احنا اتفقنا اذا كانت الجمله ريجستر ريفرنس انستركشن تتنفذ بالتي 3 لانها لا فيها لا دايركت ولا اندايركت، واصلا هذول الجمل قصيره، فبتي 3 بتكون خالصه تتنفذ وطوالي صفر بالسيكونس كاونتر، بتكون هيك الجمله تعيتي خلصت. طيب الان متى بتتنفذ الجمله تاعتي؟ انتبهوا كلهن هذول الجمل اللي راح ننفذهن راح تتنفذن بالحاله التالي، لما يكون فقط بتنفذن بالتي 3، إذا شرطهن راح يكون تي 3 و الاي صفر، الاي صفر، فبقول له اي برايم و الدي 7 ايكوال 1 اند دي 7. الان شو بتنفذن؟ الريجستر ريفرنس انستركشن. اكيد متى بتتنفذ الريجستر؟ لما تي 3 ايكوال 1 ولما تكون اي برايم. شو معنى اي برايم؟ اي برايم يعني او شو اول شيء دي 7، خلينا نقراها بهذا الشكل، دي 7 ايكوال 1 يعني ريجستر او انبوت اوتبوت، واي برايم يعني ايش؟ يعني انه الاي صفر. ومتى بتكون الاي صفر؟ اوكي، لما تكون الانستركشن ريجستر انستركشن، وبالتالي هذا شرط تنفيذ الريجستر ريفرنس انستركشن. وكمان بالنسبه للاكسكيوت الانبوت اوتبوت انستركشن راح يكون شرطها T3 I D7، إذن هذا الشرط. تمام، إذن هيك الشباب بيكون إحنا حددنا أو اكتشفنا هون كيف بنحدد نوع الانستركشن تاعتنا. الآن يا شباب رح نشرح بالتفصيل
كيف أو شو بصير أوكي بعد ما حددنا نوع الانستركشنز، كيف من ننفذ كل انستركشن عندنا. أوكي الآن خلينا نشرح بالتفصيل أوكي شو بصير. فرح نشرح الآن أول إشي شباب اللي هن الريجستر ريفرنس انستركشن. الآن يا شباب خلينا نشرح الريجستر ريفرنس انستركشن. الريجستر ريفرنس انستركشن كيف يعرفن او يحددن؟ لما تكون الدي 7 ايكوال 1 ولما تكون الاي ايكوال 0. اكيد هاي الريجستر ريفرنس انستركشن هيك الفورمات إلها. فالاوب كود إلها 111، فاصلا لما يكون 111 بالتات 12 و13 و14 100% الدي 7 بتكون 1. تمام الان. وكمان الاي ايكوال 0 هاي لما الاي لما هاي ال 15 تكون صفر بتكون 100% الانستركشن تاعيتي ايش؟ ريجستر ريفرنس انستركشن. هيك تعرف او تحدد انها ريجستر ريفرنس. طيب الان سؤال تاعي، الريجستر اوبريشن العمليات على الريجستر كيف يحددن؟ احنا اتفقنا انها ريجستر ريفرنس، بس لحظه أنا في عندي 12 وحدة ريجستر ريفرنس، فكيف يحددن؟ شرحناه سابقا، يحددن من خلال هذول البتات، من بت من 0 ل 11 اللي هو 12 بت. هذول بيحددن الريجستر اوبريشنز، شرحناهن بالتفصيل. إذا الريجستر اوبريشن يعني هذول البتات، هذول بالانستركشن ريجستر تاعتي يحددن الاوبريشن تاعتي. طيب لحظة، احنا هاي اتفقنا عليهن مرة، هذولا اذا كانت تونة واحد والباقي صفار شو بتكون؟ الانستركشن الاولى. اوكي اذا كانت صفر وهون البت هاي اللي قبليها واحد والباقي صفار بتكون هاي الانستركشن الثانية لو كلير اي، فبالتالي هاي عبارة عن كلير الاكيوموليتر، الهاي عبارة عن كلير اي، هيك اتفقنا عليهن. وبالتالي يا شباب اوكي لحديت اخر وحده لما تكون كلهن اصفار من عيد اخر بت اللي هو البت رقم صفر، طبعا كلهن انا بحكي عن هذا الجزء انا ماشي، فبالتالي راح تكون الان هاي الانستركشن هي عباره عن هالت. طيب بجوز واحد يسال ليش هيك عمل؟ تعرفوا مشان يسهل عمليه الديكودينج، مشان يسهل عمليه الديكودينج، يعني بدال ما نجيب ديكودر اوكي ويحدد لي شو الانستركشن تاعيتي ويكون الديكودر حجمه 12 في 2 قوة 12، هيك الديكودر بده يكون حجمه، لا احنا بت يعني بتكون بت واحده شغاله والبتات كلهن الباقيات اصفار، فبالتالي هاي انستركشن. الانستركشن الثاني بتكون البت الثاني شغاله وباقي البتات اصفار، هيك بتكون عمليه الديكودينج كثير سهله. خلص ناخذ سلك. اها إيه بس بدي أسأل، يعني في هاي الحالة لأنه ما فيش ديكودر في احتمال يصير أكثر من أوبريشن؟ لا إحنا اتفقنا سابقاً إنه الأوبريشن الموجودات عندي هي فقط 12 أوبريشن، وكيف رح يكون الكودينج تاعنا؟ رح يكون كودينج تاعنا زي هيك فقط، هذا المسموح، هذا الكودينج تاعنا، فمستحيل يكون بالريجستر أوبريشن إلا هذول الـ 12 حالة. شو هن؟ حلو، انا ما عنديش مشكله على 12 حاله، بس يمكن حالتين يتنفذ مع بعض صح ولا لا في الحاله؟ ايوه الان الان بده يكون اكيد لما نكتب انستركشن اوكي وتكون هاي ريجستر ريجستر ريفرنس انستركشن، ممنوع يكون هذا ال 12 بت هذول ممنوع يكون الا بت واحد منهم واحد، وممنوع يعني ممنوع يكون بتين يعني بتين او اكثر واحدات. اوكي يعني اللي بده يكتب الكود وبده يكتب هاي التعليمه الانستركشن، يعني انت انتبه علي، يعني انا بدي اكتب انستركشن ريجستر ريفرنس اس هيك، انا بدي اكتب انستركشن واعطيها للكمبيوتر تاعي، فبقول له 0 1 1 1. اوكي انا المسموح لي وحده من هذول ال 12 وبعرف شو الكود تاعهم. الان اذا مثلا والله بدي انا هاي كومبلمنت اكيوموليتر، لازم تكون هاي لازم تكون البتاي واحد والقبليها صفرين والباقي صفر،
هيك. هسه اذا واحد حط واحدين بصير عندنا غلط، اوكي؟ فبالتالي هون راح يصير عندنا غلط. فاحنا اذا احنا بنكتب المشين لانجويج او بنكتب الكود، لازم لما نعطي انستركشن او نكتب انستركشن بالميموري، اوكي، والانستركشن تاعيتي ريجستر ريفرنس، لازم التزم بالايش، بالفورمات. يعني ممنوع هون احط واحدين، اذا حطيت واحدين اكيد راح يصير لخبطه وراح يصير عندنا مشكله. ماشي، اوكي، تمام دكتور. اوكي تمام. الان لاحقا راح نحكي عن الاسمبلي لانجويج، وراح نصير نكتب اسمبلي لانجويج، يعني راح نكتب هذول بالاسمبلي لانجويج، والاسمبلر بيحول من اسمبلي لانجويج لماشين، لهذا يعني لباينري زي هيك. فبالتالي الاسمبلر ممنوع يغلط كمان. فبالتالي 100% هذا الجزء لازم تكون فقط وحده شغاله، والباقي لازم يكون صفار، غير هيك بصير عندي غلط. هذا يعني متفق عليه. طيب الان هذول شو من نسميهن؟ طلعوا، اوكي، من نسميهن؟ من بي 0 لبي 11. فهذول هن اللي راح يحددن الريجستر اوبريشن. احنا اتفقنا هذول ايش؟ عباره عن 11 او 12 بت. فهاي اول بت اسمها بي 0، ثاني بت اسمها بي 1، اوكي، بي 1، بي 2، بي 3 لحديت بي 11. اذا هيك بدنا نتفق على هذا الشيء، بي لحديت بي 11. اذا يعني شو؟ يعني بي اوف اي ايكوال انستركشن ريجستر اوف اي، صح؟ هيك راح يكون، هاي معادلتنا، حيث اي من صفر، اما صفر او واحد لحديت 11. اوكي، هاي شباب، هاي بي 0 وهاي بي 1، فبي 0 ايكوال اي ار اوف 0 وبي 1 ايكوال اي ار اوف 1 لحديت بي 11. ممتاز. ومن ننتبه كمان انه عمليه الاكسكيوشن للريجستر ريفرنس انستركشن يا شباب راح يتم من وين؟ بالتي 3. فبالتي 3 راح تتم عمليه ايش؟ الاكسكيوشن. اذا الاكسكيوشن ستارت ات تي 3، واصلا بتي 3 وبخلص بتي 3. طيب الان انتبهوا لي، من نفترض انه ار شو بتساوي؟ ار هي عباره عن الريجستر ريفرنس انستركشن. ار بتساوي متى بننفذ احنا الريجستر ريفرنس انستركشن يا شباب؟ هذا عباره عن شرطها، ايوه، دي 7 لما دي 7 1، يعني لما دي 7 1 صح، ولما الاي 0. متى الاي؟ لما الاي 0، يعني هاي الاي 0، اوكي، ولما تي 3. فبالتالي هاي هو عبارة عن الكونديشن أو الشرط للستيتمنت تاعيتي، هذا من نسميه R إحنا. تمام. طيب الآن اطلعوا لي على طريقة التنفيذ كيف بتتم. شوف أنا عندي هون 12 instruction، فمن نمشي عليهن واحدة واحدة ونشوف كيف بيشتغلن. أول instruction الشباب اسمها clear accumulator، هيها هاي بنعرفها، clear accumulator. هاي يا شباب راح تحط لي صفر بالاكيوموليتر لما تتنفذ، صفر بالاكيوموليتر. بس لحظه، كلير الاكيوموليتر هاي اول انستركشن، واحنا بنعرف هاي ما هاي الانستركشن شو راح يكون بالريجستر اوبريشن تاعها، راح تكون هيك، هي وراح يكون واحد والباقي صفار. هاي عباره عن كلير اكيوموليتر. وبالتالي يا شباب معناها متى راح تتنفذ هاي الانستركشن؟ راح تتنفذ لما R equal 1، أكيد R equal 1 يعني إنها register reference instruction، ولما ال B 11 equal 1، ولما ال B 11 equal 1. فالكونديشن تاعها راح يكون R B 11، هذا شرطها. طب شو الماكرو operation؟ هاي أصلاً
جملة كثير بسيطة فطوالي حط لي الصفر بالأكيوميليتر. هاي معنى كلير أكيوميليتر. طيب الآن نفس الإشي كلير الإي. كلير الإي حط الصفر بالإي يعني صفر لي الفليب فلوب إي. أوكي طب لحظة هاي مايكرو أوبريشن شو الكونديشن تاعها؟ الكونديشن تاعها كالتالي. طيب طلعوا لي أول شيء R أكيد R مستحيل تتنفذ يعني مستحيل صفر حطوها بالإي إلا لما تكون الانستركشن تاعيتي R اللي هي D7I برايم T T3. ولحظة كلير الإي كلير الإي هيها كلير الإي متى بتشتغل كلير الإي؟ لما تكون البي 10 واحد فبالتالي معناها بحط R بي 10 فهذا شرطها. أيوة ننتبه لنقطة كثير مهمة يا شباب. نقطتي كالتالي شو بتحكي لي يا شباب؟ تقول لي كلير الإي كيف يعني انتبهوا كلير الإي يعني حط لي صفر بالإي تمام هيا راح حط صفر بالإي بس لحظة هاي الماكرو أوبريشن متى راح تتنفذ؟ إذا كانت الجملة كلير إي. طيب لحظة شو الكلير الإي؟ الجملة هي عبارة طلعوا بس هي عبارة عن هي عبارة عن هي اللي تلب فلب دكتور ايش هي؟ مش الإي اللي هي تعيت اللي فلب فلب؟ آه بالضبط يعني نحط فيها صفر الإي فلب فلب نحط فيها صفر بس متى؟ حسب الشرط هذا فما أوكي؟ لما تكون الجملة كلير إي وكلير الإي متى؟ يعني شو هي هاي؟ لما تكون الدي 7 واحد هذا شرطها الدي 7 واحد والآي لما تكون صفر هيو هذا الجزء لما هاي بعمل الدي 7 واحد والآي لما تكون صفر وشو كمان؟ وكمان تكون الجملة كلير إي يعني لما تكون البي 10 أو لحظة لما تكون الهاي وكمان بالتي 3 مناش ننسى أوكي ولما يكون كمان الجملة كلير إي اللي هو لما يكون البي 10 واحد فراح نحط صفر بالإي. هيو أنا كتبتها بطريقة ثانية يعني أنا الآر اللي هي الآر أصلا دي 7 آي برايم تي 3 والبي 10 هي بي 10 نقطتين فوق بعض صفر للإي. هذا هو عبارة عن المايكرو انستركشن تاعيتنا وهذا هو عبارة عن الشرط تاعها. أنتوا بتعرفوا هاي الجملة مستحيل تتنفذ يعني يحط صفر بالإي إلا إذا كانت الجملة كلير إي. إذا كان الكود اللي جوات الانستركشن ريجستر يعني هون شايفين هذا الكود الكود اللي جوات الانستركشن مستحيل أوكي يحط صفر بالإي إلا إذا كان هذا الكود هو كود كلير الإي صح؟ يعني هاي ضروري بالله أشرحها. طلعوا هاي العبارة عن الانستركشن ريجستر تاعي هيها قدامي الآن إذا كانت هيك صفر واحد 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 وبالهدعشر بتونة بالهدعش صفر واحد صفر 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 أو بالاثناشر بت صفر 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 اطلعوا لي هاي الجملة يا شباب اللي أمامي هاي عبارة عن شو؟ لو قلت لكم يلا هاي الجملة شو الانستركشن تاعيتي؟ هاي انستركشن شو هي؟ انتو احنا ك كلير الإي كلير الإي هاي صح؟ أكيد كلير الإي وتعلمناها واخذناها سابقا والأوب كود إذا هذا هاي الانستركشن هاي هي عبارة عن الهكس أوكي أو الباينري أوكي الباينري كود لكلير الإي كلير الإي 100%. طب لحظة هذا الانستركشن تعرفوا شو بتعمل؟ بتصفر الإي إذا رح نصفر الإي بس لحظة متى بنصفر الإي إذا كانت الجملة كلير الإي يعني إذا كان بالإنستركشن تاعيتي الكود أوكي أو الباينري كود لمين لكلير الإي فعليا هذا بيعمل كلير الإي هسا بتعرفوا شو بصير مباشرة رح نعمل كلير الإي وهذا بس شو شرطها إنه يكون هاي صفر هيها صفر ممتاز
111 معناها الدي 71 ممتاز. اوكي وهون البي هذا البي قديش؟ هذا البي 10 البي 10 اذا لاحظوا البي 10 واحد فبالتالي لما البي 10 واحد هي واحد ممتاز ولما الدي 7 واحد طبعا هي الار ما هو مكتوبه هون ولما الدي 7 واحد ولما الاي صفر نعم هي الاي صفر فهون حاطين اي برايم وكمان بالتي 3 ما ننتبه لانه التي 0 والتي 1 والتي 2 محجوزه لاشياء اخرى اوكي وبالتالي بالتي 3 فمستحيل يا شباب تتنفذ صفر للاي الا اذا كانت اوكي تحقق هذا الشرط اللي هو ار بي 10. الان يا شباب خلينا نشوف باقي الريجستر ريفرنس انستركشن. اوكي في عندنا كومبليمنت اكيوميليتر. اوكي طبعا كومبليمنت الاكيوميليتر يعني اكيوميليتر برايم حطه بالاكيوميليتر راح نعمل كومبليمنت الاكيوميليتر تبعنا. اوكي الكونديشن تاعنا راح يكون ار بي 9 اكيد ار بي 9. اوكي بهاي الحاله لما الكونديشن هذه يتحقق راح نعمل كومبليمنت الاكيوميليتر تاعنا. في عندنا كومبليمنت الاي اوكي راح تشتغل على البي 8 اوكي وبالتالي هاي راح تتنفذ اذا بالار بي 8. يعني لما تكون الانستركشن تاعي ريجستر ريفرنس انستركشن هذا هذا الدي 7i هو اللي بتحكم فيه وبالتي 3 من ننتبه ان الاكسكيوشن بالتي 3 بصير ولما تكون بي 8 وبالتالي راح تكون ايش الاوب كود تاعنا هو كومبليمنتي. فالان راح يطلع كنترول سيجنال تو تعمل تعمل كومبليمنت لمين للاي فليب فلوب. طيب في عندنا الان سيركولر رايت اوكي هاي على الار بي 7. شوفوا كيف السيركولر رايت بتشتغل. السيركولر رايت تشتغل كالتالي. طلعوا هذا عندي الاكيوموليتر اوكي وفي عندنا يا شباب الاي الاي بت الاي بتتدخل بعمليه ايش السيركولر. الان احنا بدنا نعمل سيركولر رايت. شو معنى السيركولر رايت؟ يعني ازاحه او دوران اوكي لمين؟ دوران لليمين. يعني هيك راح نعمل اوكي دوران بهذا الشكل يعني هيك. طيب يعني محتوى الاكيوميليتر راح نعمل له دوران. فطلعوا شو راح نعمل شو يصير. اوكي راح نعمل شيفت رايت للاكيوميليتر شيفت رايت للاكيوميليتر ونحطه بالاكيوميليتر ممتاز. يعني هنا بدنا نعمل له شيفت رايت تمام. الان اوكي بنعمل له شيفت رايت. الان راح تطلع راح تفضى هنا بت فالبت هاي اللي بتفضى بنعبيها بالاي يعني نحط الاي فيها فبالتالي الاي بنوديها على بت 15 بالاكيوميليتر بت رقم 15 بالاكيوميليتر يعني على هاي البت واللي بت اللي بتطلع من الاكيوميليتر هاي احنا عملنا شيفت رايت صح عملنا شيفت رايت ففي بت بتطلع وفي بت بتفضى. البت اللي بتفضى بعوضها بالاي القديمه والبت اللي بتطلع وين بعب والبت اللي بتطلع بعبيها بالاكيوميليتر اوف زيرو بحط فيها الاكيوميليتر اوف زيرو وبالتالي هاي البت بحطها وين بالاي. فكانه عملنا دوران وذ اي يعني عملنا سيركولر وذ اي. بس دكتور هاي مش سيركولر صدقت عشان انا هيك حطيت الاي القديم ممكن الاي القديم مش نفس اخر بت بالاكيوميليتر. لا هو هيك الدوران السيركولر عندنا بالبيسك كمبيوتر تاعنا هيك بصير هذا اسمه بسميه سيركولر وذ اي يعني بتكون كانها الاي بت طلع كانها الاي جزء من الاكيوميليتر يعني هذا المقصود اوكي كانها الاي جزء من الاكيوميليتر وبالتالي الان راح نعمل سيركولر يعني السيركولر رايت هيك بتصير اوكي كيف بتصير بالضبط كالتالي شيفت رايت للاكيوموليتر هذا بشفته. الان راح تطلع بت وراح تفوت وراح تفضى بت البت اللي بتفضى بعوضها بالاي القديمه والبت اللي بتطلع بعوضها بالبت اللي بتطلع بعوضها بالاي فبالتالي هيك عملنا احنا ايش سيركولر رايت.
بدنا ننتبه هذول المايكرو اوبريشنز اللي امامي اوكي هذول المايكرو اوبريشن اللي امامي بصيرن مع بعض اوكي بصيرن at the same time وبالتالي بنعمل shift right الاكيوميليتر تاعنا بنخزنه بالاكيوميليتر الاي القديمه بنحطها بالاكيوميليتر بالبت رقم 15 بالاكيوميليتر والبت رقم 0 بالاكيوميليتر بعوضها بالاي فبالتالي كلهم هذول بصيرن مع بعض فكانه احنا عملنا دوران لليمين وذ اي طبعا اكيوميليتر وذ اي طيب هاي متى بتصير شو شرطها طبعا احنا بنعرف انها بتشتغل على البي 7 يعني لما الاي ار 7 تكون 1 اللي هي البي 7 تشتغل السيركولر اوكي بس اكيد لازم تكون الانستركشن تاعيتي ريجستر ريفرنس انستركشن وبالتالي بكون كونديشنها ار بي 7 طيب خلينا نشوف اللي وراها اللي وراها يا شباب سيركولر ليفت سيركولر ليفت بتشتغل على لما يكون الاي ار الانستركشن ريجستر 61 بالتالي البي 6 بهذه الحاله اللي هو لما يكون 1 اوكي تشتغل هاي الانستركشن بس لازم يكون الاوب كود كامل اوكي وبالتالي لما يكون الكونديشن تاعنا ار بي 6 بالتالي هاي الجمله الان بتكون سيركولر ليفت سيركولر ليفت شو راح تعمل هذا الاكيوموليتر وهاي الاي راح نعمل الان دوران باتجاه مين اليسار هيك يعني دوران عفوا باتجاه اليسار هيك دوران هيك المحتوى اوكي هيك دوران باتجاه اليسار طيب الان دوران باتجاه اليسار راح يكون كالتالي الان راح نعمل شيفت ليفت للاكيوميليتر ونخزنه بالاكيوميليتر ممتاز اذا هذا بنعمله شيفت ليفت ازاحه لليسار الان راح تطلع بت وتفضى بت البت اللي بتفضى البت اللي راح تطلع بت وتفضى بت ممتاز الان البت اللي بتفضى هاي اللي هي عباره عن اي سي 0 بعوضها بالاي وبالتالي الاي بحطها بالاي سي اوف 0 والبت اللي بتطلع هيها اي سي 15 هاي البت اللي بتطلع بحطها وين بحطها بالاي وبالتالي راح نحطها بالاي الان السيركولر ليفت راح يعمل دوران بهذا الشكل طبعا هذول الثري مايكرو اوبريشن راح تتنفذ كونكرنتلي وبالتالي بهاي الحاله الاي القديم راح نحطه باي سي اوف 0 والاي سي اوف 15 القديمه اللي هي كانت بالاكيوميليتر راح نحطها بالاي الان الانستركشن التاليه اللي راح نحكي عنها هي انستركشن الانكريمنت ممتاز انستركشن الانكريمنت اوكي الكود تاعها لازم يكون 0111 ممتاز ولازم تكون الاي ار اوف 5 اوكي الاي ار اوف 5 اللي هو البت رقم 5 بالانستركشن ريجستر لازم تكون 1 وبالتالي راح يكون الشرط تاعها اللي هو عباره عن ار بي 5 طبعا شو راح تعمل هاي بكل بساطه راح تضيف لي على الاكيوميليتر 1 وبالتالي راح نعمل اكيوميليتر زائد 1 ونحط وين يا شباب بالاكيوميليتر تمام الان يا شباب في عندنا انستركشن اخرى اللي هي اس بي اي الاس بي اي اوكي الشرط تاعها او الكونديشن تاعها هو ار بي 4 طبعا مره ثانيه ليش ار بي 4 اول شيء هاي الانستركشن الكود تاعها راح يكون اكيد 0111 وكمان الاي ار الاي ار 4 بدها تكون 1 اوكي الاي ار 4 اللي هو هيها 1 طبعا والباقي اصفر اوكي وبالتالي الاي ار 4 بدها تكون 1 وبالتالي معناها الكونديشن تاعها راح يكون ار بي 4 ممتاز طيب شو معناه اس بي اي اوكي SBA معناها
skip if the accumulator positive. Skip if the accumulator positive. إيش معنى skip if the accumulator positive؟ يعني شباب هاي شباب اللي skip if the accumulator positive هي عبارة عن جملة بتخلينا نقفز عن ال next instruction. أوكي بتخلينا نقفز عن ال next instruction. كيف يعني؟ اطلعوا أنا هون عندي instruction one. وعندي instruction 2 وعندي instruction 3. instruction 1 على عنوان 100, instruction 2 على عنوان 101, instruction 3 على عنوان 102. افرض الانستركشن تاعيتي اللي على عنوان 100 هي عبارة عن SPA. طيب طلعوا لي شباب كيف راح يتم تنفيذ هاي الانستركشن. أن زي ما بتعرفوا لما نعمل فيتش لهاي الانستركشن الـ SPA شو بصير البروغرام كاونتر؟ بصير قيمة البروغرام كاونتر 101. أوكي؟ يعني مرة ثانية بالله البروغرام كاونتر قيمته 100 مبدئيا قيمته 100. الآن زي ما بتعرفوا لما نعمل فيتش للانستركشن اللي على 100 راح نجيب هاي نعملها فيتش. اوكي فلما نعمل لها فيتش شو بصير عندنا بالتي 1 راح هذا البي سي راح يصير 101 مش هيك؟ طيب ممتاز. اذا شو معنى 101؟ معناها النكست انستركشن راح تتنفذ راح تكون هاي الانستركشن. طيب الان اطلعوا لي على هاي الاس بي اي. الاس بي اي بتقول لي اف الاكيوموليتر اوف 15 ايكوال صفر. شو معنى هذا؟ هذا عباره عن شرط بفحص اذا الاكيوموليتر تاعي بوزيتيف او نيجاتيف. فزي ما بنعرف احنا يا شباب اخر بت تمثل الاشاره بالتوز كومبلمنت ريبريزنتيشن, وبالتالي اذا كانت صفر بتكون الاكيوموليتر بوزيتيف. اوكي واذا كانت واحد بيكون الاكيوموليتر تاعي نيجاتيف. وبالتالي اف الاكيوموليتر اوف 15 ايكوال صفر معناته اف الاكيوموليتر بوزيتيف. شو معناها؟ البروجرام كاونتر زيد بواحد. ايوه معناته راح نعمل اذا طبعا هذا الاكيوموليتر كان بوزيتيف معناها راح نعمل سكيب عن النكست انستركشن. كيف؟ لانه البروجرام كاونتر بيكون يؤشر عن النكست انستركشن فهو اصلا مزيود بواحد, واذا زدناه بواحد اوكي فراح يصير 102. وبالتالي لما نعمل فيتش مره ثانيه للانستركشن اللي تليها راح نعمل فيتش للانستركشن اللي هي على العنوان 102 راح تكون الان هي انستركشن رقم 3. وبالتالي اذا الاكيوموليتر بوزيتيف راح نعمل سكيب. طب اذا الاكيوموليتر مش بوزيتيف معناته النكست انستركشن راح تتنفذ راح تكون على عنوان 100. اذا يا شباب مره ثانيه بس هاي ضروري نقطه كثير مهمه. الان هاي الجمله جمله الاس بي اي هي عباره عن سكيب اف الاكيوموليتر بوزيتيف. طيب الان شو معنى سكيب اف الاكيوموليتر بوزيتيف؟ الان اذا الاكيوموليتر بوزيتيف الان كيف احنا بنفحص الاكيوموليتر بوزيتيف او مش بوزيتيف؟ اوكي اذا كان الاكيوموليتر اوف 15 كان قيمته صفر فالهاي البت لانها هي اللي بتحدد لي الاشاره. وزي ما بنعرف اذا صفر هي بوزيتيف واذا واحد فهي نيجاتيف هذا الرقم, لان احنا بنستخدم نظام التوز كومبلمنت. طبعا من هو هذا الاكيوموليتر لانه الاوبريشن تعيتنا على الاكيوموليتر. طيب سؤال اذا واحد البي سي يزيد بواحد ليش البي سي مش اي ريجستر اخر؟ لانه يا شباب واحنا ننفذ هاي الانستركشن بيكون البروجرام كاونتر على 101. شو معنى على 101؟ معناها النكس انستركشن راح تتنفذ يكون على ال 101. طيب سؤال اذا هذا الشرط لم يتحقق, هذا ما تحقق معناته البروجرام كاونتر راح يظل زي ما هو, معناته البروجرام كاونتر راح يظل 101 مش هيك؟ وبالتالي بهاي الحاله معناته راح ننفذ الانستركشن اللي وين الشباب اللي على 101. وبالتالي معناته النكست انستركشن راح نعملها فيتش اكيد راح تكون على 101, وبالتالي هيك ما عملنا سكيب وبالتالي راح ننفذ معناها انستركشن 2. اما اذا احنا كنا عاملين فيتش للانستركشن تاعيتنا هاي الاس بي اي لما عملنا فيتش فبالتي 1 بيكون البي سي 101 تمام.
الآن يفرضوا إنه الكونديشن تاعي هذا ترو، يعني الأكيوموليتر كانت قيمته صفر، البت رقم 15 قيمته صفر، يعني الرقم تاعي بوزيتيف، وبالتالي بهاي الحالة البي سي زائد واحد راح تتحقق، معناها قديش البي سي راح تصير؟ راح تصير 102 وخلص، والإنستركشن راح يتعادي تخلص. وبالتالي لما تخلص الإنستركشن تاعيتي بهاي الحالة، شو الإنستركشن التالي اللي راح نعملها فتش؟ اللي عنوانها محدد بالبروغرام كاونتر. قديش البروغرام كاونتر؟ 102، معناها إنستركشن 3 هي اللي راح إيش؟ اللي راح تتنفذ. وبالتالي بهاي الحالة يا شباب كأنه عملنا سكيب عن الإنستركشن رقم 2، بس متى عملنا سكيب؟ لما الأكيوموليتر كان بوزيتيف. أوكي؟ وبالتالي هيك معنى الـ SBA. وبالتالي راح يكون F الأكيوموليتر 15 equal 0 then البي سي زائد واحد حط لي اياه بالبي سي. طيب الان خليني نشوف الانستركشن اللي وراها. الانستركشن اللي وراها يا شباب اسمها اس ان اي، يعني سكيب اف الاكيوموليتر نيجاتيف. شرطها ار بي 3، يعني لما تكون دي 7 1 والاي 0، ولما يكون بالتي 3، ولما يكون البي 3 تاعي 1. فبالتالي لما يكون التي 3 1 والاي 0 والدي 7 1، يعني اي 111 بالتات من 12 13 و14، ولما يكون بي 3 1 شو راح نعمل؟ اكيد هذا راح يكون هو الكود للاس ان اي. فبالتالي راح نعمل التالي من اسمها سكيب اف الاكيوموليتر نيجاتيف. الان الاكيوموليتر تاعي كيف بعرف نيجاتيف أو بوزيتيف؟ من آخر بت يا شباب، آخر بت هاي اللي هو بت رقم 15 بتحدد لي بوزيتيف ولا نيجاتيف. الآن إذا كانت صفر بيكون الأكيوموليتر بوزيتيف، وإذا كانت واحد بيكون الأكيوموليتر نيجاتيف. طيب إذن إف الأكيوموليتر نيجاتيف، ممتاز هذا الشرط. طب شو يعمل سكيب؟ شو معنى سكيب؟ بي سي إيكوال بي سي زائد واحد. شو معنى بي سي إيكوال بي سي زائد واحد؟ معناها إنه لما تعمل فيتش، اوكي اذا الشرط ترو طبعا، اوكي يعني اف الاكيوموليتر نيجاتيف، اوكي البي سي زيد بواحد، يعمل سكيب عن النكس انستركشن اللي بعد الاس ان اي. يعني اطلع اذا عندي انا الانستركشن 100 و101 و102، 100 في عندي انستركشن 1، 101 عندي انستركشن 2، وعمية واثنين عندي instruction 3. instruction واحد هي اوكي الـ SNA، نكتب SNA اوكي. طيب 2 و 3 بغض النظر شو هن. الآن البروغرام كاونتر افرض الآن قيمته 100 الحالية. طيب والأكيوموليتر افرضوا انه قيمته يا شباب، افرضوا قيمته 3A57 16 بت طبعا. الآن انتبهوا لي لو بدنا ننفذ هذا البرنامج. الآن البروجرام كاونتر قيمته 100. الآن يلا لو بدنا نعمل فيتش، فرح نعمل فيتش للإنستركشن اللي على موقع 100، فرح نعمل فيتش لهاي الإنستركشن الآن. فبمر عليها T0، بعدين بمر عليها T1 ماشي، فراح نجيب هاي الانستركشن ونحطها بالانستركشن ريجستر. الآن بT1 مباشر البروغرام كاونتر شو راح يصير؟ 101 بالT1 بي سي راح يزيد بواحد. طيب وراح يمر عليها T2 صح؟ الآن T3 نعم الاس ان اي ترى راح يمر عليها T3 اوكي راح تحقق هاي الشروط. فالآن مباشرة أوكي الجملة SNA، فهذا شرطها أو هذا تنفيذها. رح نقول لي if الأكيوموليتر 15 equal 1، هل الأكيوموليتر 15 equal 1؟ لا equal 0 أوكي، معناته البي سي زائد 1 هاي مش راح تتنفذ، معناته خلص هاي هيك فقط، مش راح ولا تعمل أي إشي. ليش؟ طبعا مش واحد يسأل هل البي سي بوزيتيف ولا نيجاتيف. الاي سي هون ترى الشباب هو عبارة عن إيش؟ بوزيتيف، لانه الثلاثه صفر
بالباينري 0011 فآخر بت هي عبارة عن صفر، وبالتالي هذا إيش؟ الأكوموليتر بوزيتيف بهذا المثال. وبالتالي معناته هل الإيكوال 1؟ لا، معناها البروغرام كاونتر راح يظل زي ما هو. ممتاز، خلص خلصت الانستركشن تاعيتي. وبالتي 3 اصلا اوكي، بالتي 3 بتخلص الريجستر ريفرنس انستركشن، والصفر بنحط بالسيكونس كاونتر، وبالتالي معناها راح نرجع نعمل فيتش من جديد تي 0 تي 1 تي 2. فالان يلا اعملوا لي فيتش، فراح الان يا شباب تعملوا فيتش اوكي، فراح نعمل فيتش الان اوكي. لما نعمل فيتش راح نجيب الانستركشن اللي ميموري اللي بيأشر عليها البروجرام كاونتر، فراح نعمل فيتش للانستركشن اللي عنوانها 101، فبالتالي معناها راح نعمل انستركشن، نعمل فيتش للانستركشن 2، وبالتالي اوكي راح ننفذ انستركشن 2. طبعا بالتي 1 بالتي 0 راح يمر عليها تي 1، الان بالتي 1 راح تصير هاي ال101 راح تصير 102 الى اخره. وبالتالي بهاي الحاله يا شباب الانستركشن 2 اوكي انستركشن 2 راح تتنفذ، وبالتالي هون ما عملنا سكيب عنها، ما عملنا سكيب اوكي من جمله سكيب هاي. ليش ما عملنا سكيب؟ لانه الكونديشن هذا ماله لم يتحقق. طيب طلعوا لي على نفس الجمله هاي اوكي، لو شفنا الان بدي انفذ نفس هاي الستيتمنت، بس بدي اغير القيمه بالاكيوموليتر. اوكي بدي احط هنا بدي احط بالاكيوموليتر مش هذا الرقم، بدي اغيره، بدي احط هنا بي ماشي اوكي بدي احط بي. طبعا زي ما بنعرف يا شباب البي البي اي 5 7، البي 1011 اللي هو اصلا نيجاتيف، وبالتالي هذا الرقم اللي بالاكيوموليتر يعتبر رقم سالب. سؤال تاعي، هاي الاس ان اي لما تتنفذ هل راح تعمل سكيب عن انستركشن 2 وتروح تنفذ انستركشن 3؟ تعال نشوف. انا المفروض نعم تعمل سكيب، بس لحظه خليني اشوف كيف. الان اطلع شوي البروجرام كاونتر قيمته 100، معناها لما نعمل فيتش ونمشي الان تي 0 تي 1 تي 2، فلما نعمل فيتش راح نعمل فيتش للانستركشن اللي على موقع 100، اذا راح نجيب الاس ان اي على الانستركشن ريجستر. ممتاز، الان جبناها. الخطوه اللي وراها هاي بالتي 0، طبعا راح يمر عليها تي 0 تي 1 تي 2، فالان بالتي 1 اوكي راح هذا يصير 101 اكيد بالتي 1. ارجعوا شو بصير بالتي 0 تي 1 تي 2. الان لما نعمل فيتش للانستركشن اس ان اي راح نحطه بالانستركشن ريجستر، والبروجرام كاونتر راح يزيد بواحد. بعدين راح نعملها بالتي 2 دي كود، وبالتي 3 ننفذ الاس ان اي. طبعا اكيد هذا الشرط راح يكون متحقق. الان راح نيجي هون، هل الاي 15 ايكوال 1؟ اي 15 ايكوال 1، نعم هيو ايكوال 1، معناها راح يتحقق. فشو بنعمل؟ بنعمل انكريمنت للبروجرام كاونتر، فالبروجرام كاونتر 101 بصير 102. خلص الان خلصت الانستركشن، راح نحط صفر بالسيكونس كاونتر، فبالتالي راح نبلش تي 0 تي 1 تي 2، يعني فيتش ديكود اكسكيوت جداد. فالان لما نعمل فيتش ديكود اكسكيوت جداد شو راح نعمل بهاي الحاله يا شباب؟ الان راح نعمل فيتش. الان اطلعوا لما نعمل فيتش احنا بنعمل بنجيب ميموري اوف البروجرام كاونتر وبنحطه بالانستركشن ريجستر. شو قيمه البروجرام كاونتر عند هاي اللحظه؟ قيمه البروجرام كاونتر يا شباب هو 102، معناها راح نعمل فيتش لانستركشن اللي على 102 اللي هو انستركشن 3، وبالتالي راح نعمل فيتش لها وراح نمر عليها طبعا تي 0 تي 1 تي 2 تي 3 الى اخره حتى تتنفذ هاي الانستركشن، وبالتالي كانه احنا عملنا ايش؟ كانه عملنا سكيب عن هاي الانستركشن اللي على موقع 101. اوكي؟ وبالتالي هاي هيك الجمله بتشتغل يا شباب. اذا الاس ان اي عملت سكيب بالتنفيذ عن الانستركشن 2، يعني كانها جمله جو تو. صح؟ بس متى؟ اذا الاس ان اي نيجاتيف، يعني لانه
قيمة الأكيوميليتر نيجاتيف، لكن لو كانت قيمة الأكيوميليتر بوزيتيف أوكي زي ما شفتوا بقبل شوي أوكي نفذنا instruction 2، يعني ما عملت skip عن instruction 2 أوكي. وبالتالي هيك شباب الـ SNA تشتغل، وبالتالي skip if الأكيوميليتر نيجاتيف. الآن أكيوميليتر نيجاتيف هايو شرطه if AC 15 equal 1، هاي بتقدر تعرف لي نيجاتيف ولا بوزيتيف. السكيب شو معنى السكيب؟ دائما الشباب اذا بدك تعمل سكيب بالاكسكيوشن البروجرام كاونتر اوكي بهاي الحاله هو اللي راح يصير عليه تعديل، فالسكيب هو معناها البروجرام كاونتر بصير بواحد. وبهذا المثال الامامي شفتوا كيف عملنا سكيب. تمام الشباب، الان خلينا نشوف الانستركشن اللي تليها. الانستركشن التالي شباب هي عباره عن سكيب اف الاكيوموليتر زيرو، ممتاز. هاي الشرط تاعها R لأنها Register Reference Instruction و B2 ولازم يكون ال B2 واحد. إذا هذا الشرط تحقق معناها هاي الجملة أكيد skip if accumulator zero. الآن شو معنى accumulator zero؟ هي if AC equal zero لما يكون كل بتات وصفار. اعمل skip يعني البروجرام كاونتر راح يزيد بواحد إذا طبعا محتويات الأكيوميليتر أصفار. اوكي هيك بقدر او هيك الجمله سكيب اف الاكوموليتر اف زيرو بتشتغل يا شباب. طيب الان الستيتمنت اللي وراها اوكي او ريجستر ريفرنس انستركشن اللي وراها عباره عن سكيب زد اي، يعني اس زد اي اللي هي سكيب اف الاي زيرو، هاي بتشتغل على ار بي 1 لازم تكون ريجستر ريفرنس، هي يعني لازم تكون الدي 01 الاي 0 لازم يكون التي 31 ولازم يكون البي 11. هاي كيف بتشتغل؟ سكيب اف الاي 0 يعني بنفحص الاي اف الاي ايكوال 0 هاي الفليب فلوب اي، اذا اي 0 اعمل سكيب. شو معنى اعمل سكيب؟ عندنا البروجرام كاونتر هو اللي بيزيد بواحد، بنعمل سكيب فقط لانستركشن واحده معناها البروجرام كاونتر بيزيد بواحد اضافي عن عن اوكي اضافي عن اللي بصير ب تي 1. وبالتالي راح نعمل يعني اذا الانستركشن 1 تنفذت وعملنا سكيب راح ننفذ الانستركشن 3. اوكي اذا هيك الجمله الاس زد اي بتشتغل. لان اخر ستيتمنت موجوده عندنا يا شباب هي عباره عن الهالت. الهالت هي عباره عن انستركشن تشتغل على ار بي 0 هذا الكونديشن تاعها، وهاي شو بتحطي يا شباب؟ بتحطي صفر بالاس، حيث الاس هي عباره عن ستارت ستوب فليب فلوب. هاي في عندنا فليب فلوب اسمها اس عندنا بالكمبيوتر تاعنا، هاي الفليب فلوب يا شباب اسمها اس هي عباره عن ستارت ستوب فليب فلوب. اوكي فبالتالي لما نعمل هالت الكمبيوتر تاعنا بيوقف وبطل يعمل فيتش ديكود يعني اكسكيوت للبرنامج تاعي. الان يا شباب هذول هن ريجستر ريفرنس انستركشن اللي موجودات عندنا اوكي، وبتلاحظوا يا شباب انهن كلهن بتنفذن وين؟ بالتي 3 اوكي. ومن ننتبه لنقطه كثير مهمه انه هذول الجمل كلهن لازم ايش نحط صفر بالسيكونس كاونتر اوكي، وبالتالي هذا هيك بكون الانستركشن تاعيتي خلصت، وبالتالي راح يبدا الان تي 0 تي 1 تي 3 تي 2 جداد، وبالتالي راح يبلش الكمبيوتر يعمل فيتش ديكود اكسكيوت للنكست انستركشن اللي تلي هذولا الانستركشن، وبالتالي صفر للسيكونس كاونتر الكونديشن تاعها ار، يعني بيهن كلهن اكيد هذولا راح يكون الار بهاي الحاله واحد، وبالتالي راح دائما نحط صفر بالسيكونس كاونتر اوكي لما ننفذ هذول الانستركشن تاعتنا. وبالتالي يا شباب اذا على سبيل المثال لما نعمل كومبليمنت الاكيوموليتر اوكي طبعا راح هاي المايكرو انستركشن تتنفذ، وكمان هاي يا شباب المايكرو انستركشن راح تتنفذ كونكرنتلي معها. اوكي ليش؟ لانه بهاي الحاله يا شباب الار راح يكون ترو اوكي، واذا البي 9 هو الترو، وبالتالي راح تكون هاي تتنفذ و100% شباب هاي تتنفذ. وبالتالي شباب دائما بالتي 3 بننفذ
الانستركشن تاعتنا ريجستر ريفرنس انستركشن تاعتنا، ودائما كمان بالتي 3 بنحط صفر بالسيكونس كاونتر، وبالتالي بتكون هيك الانستركشن تنفذت. اوكي، وبالتالي هيك معناها راح نبدا سايكل جديده، وبالتالي راح يبدا اوكي راح نبدا الان التايمينج سيركت تنتج لي تعمل لي جنريت لتي 0 تي 1 تي 2 جداد، وبالتالي معناها راح نبلش نعمل فيتش دي كود اكسكيوت لانستركشن اخرى بعد تنفيذ الانستركشن تاعتنا. اوكي شباب، تمام.